of the four سفراء of Imam al-Mahdi was a man by the name of Uthman ibn Sa'id al-Amri. وكان من بني أسد وإنما سمي العمري نسبة إلى جده عمرو الأسدي ويقال له العسكري لأنه كان من سامراء واسمها مدينة العسكر. بدأ سفارته من 260 وانتهت من 265 بمعنى أنه اشتغل مع الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف 5 أعوام. عثمان بن سعيد العمري, he was a representative of Imam al-Hadi as well, of Imam al-Askari, and then of Imam al-Mahdi ajalallahu farajahu al-Sharif. And it's written in his biography that he began serving Imam al-Mahdi at the age of 11. So basically his whole life was for Ahlul Bayt. And we have many ahadith from Imam Hadi and from Imam Askari highly, highly praising and speaking good of Uthman ibn Sa'id al-Amri. حدث الشيخ أحمد ابن إسحاق ابن سعد القمي قال دخلت على أبي الحسن علي ابن محمد يعني الإمام الهادي عليه السلام فقلت يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل وأمر من نمتثل فقال لي هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله وما أداه إليكم فعني يؤديه. الموقع اللي هو فيه موقع خطير جدا لأنه هو نائب الإمام, يعني لو أمسكوا به لعلهم يصلون للإمام, فيجب عليه أن يتخذ مهنة بحيث لا يشعر به. فهذا كانت وظيفته ماذا؟ زيات, يبيع الدهن. فكان يأخذ الرسائل من الشيعة ويضعها في جراب السم يعني مع الدهن وكذا ثم يخرجها ويعطيها يصها للإمام. فوظيفة جدا كانت صعبة بأشد تلك الظروف في مدينة عسكرية. هذه الإمكانية كإمكانية عثمان بن سعيد العمري أهلته إلى أن يكون قائدا لمرحلة مهمة, وهذه المرحلة هي مرحلة الغيبة التجريبية التي ابتدأها الإمام الهادي عليه السلام. وبداية الغيبة الحقيقية الواقعية نجد أن السفير الأول قاد هذه المرحلة بكل دقة وبكل إتقان. كان العمري يسكن في بغداد ويكثر السفر إلى سامراء ليلتقي بالإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام, يحمل إليهما الودائع والأمانات ويحمل منهما الكتب وما يوصيانه به. وكذلك كانت توقيعات الإمام المنتظر عليه السلام وتوجيهاته تخرج من يده, وقد وافاه الأجل بعد سفارته ب5 سنوات. فقام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان العمري بتغسيله وتجهيزه ودفن بالجانب الغربي من بغداد في شارع الميدان في أول الموضع المعروف في الدرب المعروف بدرب حبلة. فهنيئا للعمري توثيق الأئمة له, وهنيئا للشيعة بهذا النموذج, وهنيئا لولده الذي تناول السفارة من بعده. إذا عثمان العمري هو اللي كان وكيل الإمام الأول, وأيضا في روايات كثيرة سئل هل رأيت الحجة؟ قال نعم لقد رأيته, قبل الإمام, رأى الإمام. ما شاء الله, يعني هذا الشرف العظيم أنه يصل وينظر للإمام ويأخذ منه الرسائل ويقبل يد الإمام ويستلم منه الرسائل. ثم من شرافة هذه الشخصية أن ولده كان هو السفير الثاني.